السلام عليكم، أنا الطالبة دانا فساتيق المالكي من مدرسة البتول العالمية بمكة المكرمة. مشروعي اسمه The Development of Sitagliptin Chewable Tablets via Semi-Solid Extrusion 3D Printing Technology for Type 2 Diabetic Patients. أنا كنت مشاركة في برامج موهبة الإثرائية البحثية كان في جامعة الملك عبد العزيز. كان في عدة تخصصات ووجدت وحدة طباعة ثلاثية الأبعاد. منها بدأت أبحث عن أدوية فيها مشاكل أو limitations، فوجدت السيتاغليبتين وبدأت أني أطوره عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد. مشرفيني لهم خالص الشكر والتقدير دكتور رائد فيلمبان، دكتور وليد رزق، والمهندس فادي الندوي، وطبعاً أهلي وموهبة البرامج البحثية تبعهم وإبداع وكل شيء ساعدني أني أوصل لما وصلت له الحين، وطبعاً إدارة التعليم بشكل عام. طموحي أني أكون من الفريق اللي يمثل المملكة في آيزف إن شاء الله، وأيضاً أنه نترك بصمة دولية حول العالم للمملكة العربية السعودية.